السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا حسام بالحاج. بنرحب بكم أحبابي الفلسطينيين في كل مكان، العاشقين للقضية الفلسطينية أينما كانوا. المهم متابعينا الكرام، اليوم تحدي كبير وتحدي عميق بين المنتخب الجزائري المنتخب الجزائري حبيب الفلسطينيين وبين المنتخب المغربي. طبعا هذا تحدي عميق في مباراة اليوم السبت في المساء. صدقا الشعب الفلسطيني ينتظر هذه المباراة بكل دقيقة وبكل حماس، صدقا، لأنه أكيد أحبابنا في الجزائريين، ونتمنى برضو التوفيق لشعب المغرب. أكيد هناك مغاربة كمان بيحبوا الفلسطينيين، لكن صراحة إحنا كفلسطينيين بشكل عام أو أنا كفلسطيني أتمنى الفوز لشعب الجزائر. مو انحياز يعني، بس شعب الجزائر فعلا هم أحباب قلوبنا، أحباب قلوب الفلسطينيين، نتذكر من أيام وارب مريم. المهم في هذا الفيديو متابعينا الكرام، خلينا يعني أغلب الشعب الفلسطيني بعرف التوقع الأكبر راح يكون لشعب الجزائر ولمنتخب الجزائر، ونحن نأمل ذلك ونتمنى الفوز لهم، كما أيضا نتمنى التوفيق لشعب المغرب. بس احنا محبين انه الجزائر تفوز. خلينا نشوف ايش توقعات الشارع الجزائري والشارع المغربي، ويكون عنا ردة فعل على هذا الموضوع. وصلني فيديوهات الجزائر ايش ردود فعلها على هاي المباراة، توقعاتها، وايش ردود توقعات الشعب المغربي. نشوف ونعلق عليه ونهدي كلمتنا ان شاء الله لشعب الجزائر وايضا لشعب المغرب، ونتمنى الفوز للجميع ايضا باذن الله تعالى. نشوف اولا شعب الجزائر احباب الفلسطينيين ايش كانت ردود افعالهم على هيك موضوع. بالنسبة لهذه المقابلة، مقابلة عادية كالمقابلة الاخرى، والفريق الوطني مؤهل وقادر أن يفرق يستطيع الفوز على الفريق المغربي التي له نقائص كثيرة جدا. ولكن أنا وجه رسالة إلى المدرب بوغرا، أنه كاين بعض اللاعبين شفناهم في الملعب وغائب ذهنيا، ما غير موجود تماما، وأقصد بونجاح مثلا أو ربما سوداني وبليلي. طبعا منتخب الجزائري هو منتخبي، طبعا متابعينا الكرام، هذا الشاب فلسطيني ولكن هو طالب يدرس في الجزائر. شوف سبحان الله ايش بده يكون رد الفلسطيني بعد المنتخب الفلسطيني. طبعا انا نشجع الجزائر باينه بجوز حتى انتو لو لاحظتوا انه اغلب الفلسطينيين مشجعين للجزائر، هذا شيء عظيم ونفتخر به. ما شجعتش فلسطين، شجعت الجزائر، فريق ما شاء الله اقوى فريق عربي حاليا، وشفناه في مستويات عديده في افريقيا، شفناه حتى في على مستوى العالم، وتقريبا 30 مباراه بدون هزيمه، هذا شيء مشرف. 33 مباراه، هذا شيء مشرف لنا كعرب. طبعا لا نخشى لا المغرب ولا احنا، هاد الناس اللي راهم مع الصهاينه ماذا بينا نتلاقوا معهم وماذا بينا نربحوهم، والنتيجه باذن الله 2-0 للمنتخب الوطني. والسلام عليكم. الشاب سبحان الله، هناك ناس، في ناس يعني سبحان الله بكون عندها حماس وطني. المباراة تبعت اليوم متابعينا الكرام جبارة جدا جدا جبارة. إن شاء الله إحنا نعمل التوفيق للجميع. مستوى المقدم من طرف المنتخب الوطني ضد المنتخب المصري، يعني يقولون كان هزيل نوعا ما، يعني أسكم الشك خايف يكون نفس المستوى مع المنتخب المغربي. لا كل واحد يدير حذره. لا مقابلة الجزائر مصر لعبوا شوط بكل صراحة، لعبنا شوط واش كانوا يلعبونا شيوخوشونا، لعبنا احنا البريمي ميتون كنا قادرين نربحوا بزوج، اول بيت ماركاوات، ثاني كون زادوا ثاني كان يقتلونا من الماتش. على كل حال حتى وتسيس والله غير دير ببالك، الجزائريين كما يقولوا احنا مشهورين بالقلب ديالنا، يا سيرتو في هذه المباراة الأخيرة نقدر نقول لك باللي تكون مباراة يعني في القمة إن شاء الله، وماذا بينا وأنا وش راني نشوف. سبحان الله، بتحس إنه الجزائريين عندهم حماس وطني وحماس رياضي مختلط مع بعض، يعني في منهم اللي هيك عنده حماس بالوطنية، في عندهم حماس بالرياضة، شيء جميل يعني. التوفيق إن شاء الله لأهلنا في الجزائر. يروحوا 2-1 ولا 2-0، باسكو علاش؟ فريق اللي فات ماركة على بالي بلي هو اللي راح يربح في هذه المقابلة. شوف حبيبي، إن شاء الله هذه تفوز. إن شاء الله يا رب العالمين
1 2 3 في بار الجيري ونقول للجزائر كامل 58 ولايه يدعو يدعو. شوف سبحان الله العلم الجزائري ايش الواحد بفرح فيه جدا لما بشوفه. سبحان الله نفتخر بكم اهلنا بالجزائر. يدعو الماكسيموم ما من اخواتنا اللي في الخارج يدعو للجزائر باسكو هاد المقابله كيش نقول لك مقابله يعني فريمون تعطيني نتيجه تكهني بنتيجه. نقول لك حاجه نتيجه ان شاء الله يا رب العالمين على الاقل 3-0 على الاقل. تقدر تكهن بنتيجه المباراه؟ ممكن تكون 2-1 للجزائر. مين يسجل؟ بونجاح ان شاء الله ان كان لعب وبليلي. يا بليلي قبيله دعيت لك ودوك راني جيت نهضر معاك لو كان تربح طلعت جزائر ندير لك قصعه طعام انت ولي جوا تاعك ونعطيك تاكل انت دجاجه وحدك اون بارتيكولي. مقابله صعيبه احنا ماذا بينا الفوز تاعنا يكون. حتى النساء عندهم حماس على المباراه سبحان الله وهذا إشي جميل جدا سبحان الله. حتى عندنا هنا الفلسطينيين هنا في غزه وفي الضفه متحمسين جدا لهذه المباراه. نكمل الفيديو. الهدف مقابل صفر باش نعاود نروحوا للمجموعات وان شاء الله تكون حاجه مليحه وتفرح الجمهور بروح رياضيه ومروا خاوتنا خاطر هذه كره قدم ماشي حاجه واحده اخرى فيها ولا النتيجه تكون هدفين لصفر ان شاء الله للمنتخب الوطني الجزائري. ممكن تعطيني نتيجه تاع المباراه؟ النتيجه تاع المباراه تخرج بالك 2-1 ولا 1-0 يعني ماتش مسيري بزاف ولا تروح حتى لضربات الجزاء. صح باذن الله نربحوهم ما كاش. هيك كانت توقعات الشعب الجزائري او الشارع الجزائري عندهم هيك الروح المعنويه الروح الوطنيه والروح الرياضيه للامانه شيء مشرف. واحنا كفلسطينيين قلنا لكم بنفتخر بالشعب الجزائري. طب خلينا نشوف مع بعض توقعات الشارع المغربي ايضا كيف وهل عندهم فعلا الروح الرياضيه والروح الوطنيه ونشوف ايش ردود افعالهم. فيديو قصير ومن ثم نختم الفيديو. بعد كنشوفوا حش منتخب قوي يقدروا يربحونا نقدروا نربحوهم. المهم كتبقى الروح ديال الاخوه اللي بيناتنا حيت هي اصلا مجموع فيها دابا الكره والسياسه ونتمنوا كل شيء احترام الراي ديال الاخر. من غير العناصر الشابه عندنا تبارك الله المدرب تاهويا رجع قوي. الرساله اللي كنبغي نكون للاعبين كونوا رجاله حمروا لنا وجهنا مش خليهمش يضحكوا علينا وصافي. نتمنى الفوز لاسود الاطلس ويردوا لينا الاعتبار ديالنا وان شاء الله يحمروا لينا وجهنا. المهم غير يجيبوها حنا ما عندناش مشكل في النتيجه في المستوى هما هذوك ونتمنوا ان شاء الله من هنا القدام يكونوا الافضل وهما مزيان يزيدوا شي خطوه لقدام حمروا لينا وجهنا كونوا رجال وجيبوها حمروا لنا شي خمسه وكاش خمسه. شكرا على السؤال اللي طرحتني وتحيه رياضيه الشعب المغربي ونتمنى المقابله ديال الفريق الوطني في الظرفيه مع المنتخب الجزائري. كنتمنى عموته باللاعبين يحضروا ان ماشي فريق الوطني راه العدو ديالو هما الديربي ونتمنى النتيجه تكون ايجابيه وما يكونوش الاخطاء بزاف والكره تنزل الارض. سبحان الله الاثنين مشاهدين الكرام عندهم الروح الاخوه روح الوطنيه سواء من الشعب المغربي او الشعب الجزائري. احنا كفلسطينيين نامل التوفيق للجميع ان شاء الله تعالى نامل التوفيق للمنتخبين يا سيدي يجيبوا متوحدين. لكن صدقا احنا كشعب فلسطيني متحمسين جدا لهي المباراه نامل الفوز كأمل يعني كأمنية أن الشعب الجزائري يفوز لأننا أحبابنا وأرواحنا. وأيضا هذا الكلام لا يعني أننا لا نكره المغاربة ولكن سبحان الله كل شخص يتمنى ذلك لأن الجزائريين أحباب الفلسطين. كل تحية لكم مشاهدينا الكرام. بهيك كانت نهاية حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله إذا كان نصيب إنه يكون إنا فيديو نتحدث بها عن الأهداف أو عن المباراة أو عن فرحتنا بمباراة الجزائر حنتحدث إن شاء الله وحنكون معكم على متابعة. بس حابين نطلع في هذا الفيديو قبل ما تبدأ المباراة بالتوقعات وشو ردة فعلنا. احنا نفتخر بكم شعب الجزائر العظيم نفتخر بكم ايضا شعب المغرب نأمل التوفيق للجميع بعيدا عن السياسة وبعيدا عن الظروف السياسية نأمل التوفيق دوما للجميع نحن كفلسطين. كل تحية لكم مشاهدينا الكرام. بهيك وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. حابين نذكركم احنا عملنا فيديو كليب غنائي لأهلنا في الجزائر موجود في الوصف. يا ريت الكل يروح يشاهده ويشارك هاي الأغنية مع الأصدقاء.
الأصدقاء لتصل لأكبر عدد ممكن. كل التحية لكم مشاهدينا الكرام، إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.